بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع برنامج أوتوكاد 2016 نتعلم مع بعض من قناة موديفاي أمر كوبي أري. أمر كوبي أري هو تكرار الشكل بمسافات ثابتة وبعدد محدد. طيب تعالوا كده نبدأ نتعلم الأمر إزاي. هروح أضغط على أمر كوبي، سواء جبته من أمر من قناة موديفاي وضغطت عليه من هنا، أو كتبت على الكيبورد حرف سي أو سبيس. بيقول لي سيلكت أوبجكت، اختار الشكل. قلت له هو ده الشكل اللي انا عايزه. سبيس بيقول لي حدد نقطه بيز بوينت، قلت له ادي البيز بوينت. بيقول لي ادي له عايز النقطه الثانيه سكند بوينت. طيب قبل ما ادي له سكند بوينت انا عايز اكرر الشكل ده كذا مره. هلاقي تحت في الكوماند بار ان هو اتاح ليا اوبشن اسمه اري. اري يعني مصفوفه او تكرار الشكل بشكل منظم. هقول له اضغط على كلمه اري من هنا او اضغط على الكيبورد على مفتاح اي سبيس. اي سبيس بيقول لي انتر نمبر اوف ايتمز تو اري، اديني عدد العناصر اللي انت عايز تكررها. هقول له مثلا عايز اكرر العناصر دي 9 مرات. هيقول لي طب لو سمحت اديني المسافات ما بين العناصر. ممكن احدد المسافه بالماوس ان انا اضغط كليك في اي فراغ، او ان انا اكتب على الكيبورد المسافه ما بين الشكل ده والشكل التاني. انا عارف ان طول ضلع المربع اللي موجود قدامي دوت 10، فلذلك هكتب مثلا المسافه ما بين الشكل والتاني 20 سبيس، بحيث ان المسافة اللي موجودة هنا قدامي هي المسافة من اول الشكل مثلا من اول الشكل هنا لاول الشكل التاني 20. طيب لو جينا نعدهم هنلاقي ان هم عددهم 9، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. تمام. لو جيت دلوقتي اعمل كوبي تاني سي او سبيس، هختار الاشكال دي كلها مع بعض واقول له سبيس، هحدد نقطة بيز بوينت. ممكن احدد البيز بوينت في اي مكان واسحب الماوس في اتجاه معين واقول له array a space، وادي له عدد الايتمز اللي انا عايزها، هقول له برده 9. بيقول لي اديني السكند بوينت عشان نحدد المسافات ما بين الاشكال، شايفين حضراتكم. هقول له مثلا ان انا عايز تكرر لي الشكل ده بمقدار 20 برده سبيس. ادي الشكل زي ما حضراتكم شايفين، قدرت اكرره بالمنظر ده. ممكن اعمل لهم كوبي تاني كلهم واقول له سبيس واحدد نقطه وادي له اتجاه، وفي الاتجاه ده اقول له اري عايز اكررهم مثلا 5 مرات. المسافات ما بين اي عنصر والتاني حضرتك تقدر تحددها، يعني مثلا ممكن اقول له المسافه ما بين الشكل والتاني مثلا على بعد 200 سبيس. بالمنظر ده كده قدرنا نكرر الشكل، وبكده نكون هنا موضوعنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.